حلوه مش مضحكه. يلا نفرح سوا يا مين. بمنتهى البراءه سالتني بنتي نور في اربع خمس امور مش في كتاب القراءه. قالت لي بابا يا بابا مش انت يا بابا بتكتب اغاني وتقول اشعار؟ طب انا سمعت الشيخ يا بابا بيقول انك يا بابا هتروح النار. بمنتهى البراءة سألتني بنت نور في اربع خمس امور مش في كتاب القراءة. قالت لي بابا يا بابا مش انت يا بابا بتكتب اغاني وتقول اشعار؟ طب انا سمعت الشيخ يا بابا بيقول انك يا بابا هتروح النار زي الناس الوحشين الحراميين الكفار. قل لي يا بابا يعني ايه استعمار؟ ويعني ايه هرم؟ يعني ايه نيل؟ مين اللي حط النسر فوق العدم؟ قل لي يا بابا يعني ايه انتخاب؟ ويعني ايه حر؟ ويعني ايه نصاب؟ ويعني ايه كذاب؟ ويعني ايه هجاص؟ ويعني ايه اختلاس؟ ويعني ايه خصخصه؟ يعني ايه يا بابا معارضه؟ ويعني ايه مظاهره؟ طب ليه النهارده خدنا اجازه من المدرسه؟ يا بابا قول لي يا بابا يعني ايه قهر؟ واين يقع خط الفقر؟ ويعني ايه حظ؟ ويعني ايه ظهر؟ يعني ايه يا بابا انسان؟ يعني ايه حريه؟ ويعني ايه سرطان؟ يا بابا يعني ايه خربوها يا بابا؟ ومين دول اللي خربوها؟ قول لي يا بابا يعني ايه خربوها يا بابا؟ ومين دول اللي خربوها؟ طب وانت كنت فين لما خربوها يا بابا؟ ومين سماره اللي بتقول عليها دي يا بابا؟ وازاي ضاعت من قلبك سماره؟ يا بابا انت معايا؟ في ناس بتقول كفايه وعساكر ماسكين عصايا وبنات متعورين وتانيين بيضحكوا يا بابا، هم دول اسرائيليين يا بابا؟ قلت لها نور يعني صلي على النبي كده. هي كانت سبيستون رقم كام؟ خدتها عشان ننام.